طب ايه الاخبار؟ ها لقيتوها؟ ما لقيتوهاش. طيب بقول لك ايه، ما اكلم الشرطه يا بابا، هم يتصرفوا. لازم يفوت 24 ساعه. طب يا بابا لو في اي اخبار، لو لقيتها واي حاجه حصلت كلمني. ها يلا سلام سلام سلام. ان شاء الله هتلاقوها، انا دعوتي مستجابه على فكره. طب يا ستي ما دام دعوتك مستجابه، ما تركزي الدعاء بتاعك ان الهدوم بتاعتك تنشف عشان تلبسيها وتمشي. الله صحيح يا كاميليا، انت كنت جايه عايزه ايه مني؟ بصراحه حسيت ان انا كنت سخيفه قوي معاك امبارح، فقلت اجي اقول لك ام سوري. فعلا كنت سخيفه، سخيفه جدا معايا امبارح. مش سخيفه عادي، لا سخيفه جدا. بس خلاص انا هنسى الموضوع ده كانه ما حصلش. وبالنسبه للي حصل النهارده ده، يا ريت تنسيه ومحدش يعرفه. يعني مفيش حاجه بقى اسمها ايه العصير الدلق والبس بيجامه بابا والكلام ده، انسيه تماما. هو انت ليه طول الوقت محسسني ان بحطك في مواقف محرجه وان انا ببقى قصده ده؟ على فكره انا بتحرج زيك ويمكن اكتر منك كمان. انت طول الوقت ما بتفكرش غير في شكلك وبس، ما بيهمكش اي حاجه تانية. رايحه فين؟ هلبس هدومي وهمشي حتى لو لسه ما نشفتش. مش عايزه اسبب لك احراج اكتر من كده. مش مسألة إحراج يا كاميليا، هي بس المسألة إن هي الوضع متوتر أساساً، يعني بيني وبين جميلة. يعني أعمل لك إيه يعني؟ أحسن أحسن تمشي ونخلص منها. أيوة جميلة جميلة، بصي جميلة. اطلعي يا كاميليا، أنا عارفة إنك هنا. كاميليا مين؟ يعني بصي، يعني هي هنا ولا مش هنا؟ هي هنا، هي هنا، بس اهدي يا جميله وانا هشرح لك كل حاجه. لان اهي. لا اشرح براحتك، بس ما تنساش بقى تشرح لي ازاي الطقم اللي لابساه البت دي كان منشور على الحبل وانا طالعه، يعني ما كانتش لابساه فعلا. لا يا مدام جميله لو سمحتي، ما اسمح لكيش ابدا تقولي الكلام ده. انت تخلصي خالص، انت كمان هتكلمي؟ انا اللي مستعجباه ازاي عمي وست انصاف يسمحوا بالقرف ده يحصل في البيت. اصل هما مش موجودين في البيت كمان. بصي في سوء تفاهم موجود، وانا عايز اشرح لك بقى يا جميله، اديني فرصه. انت ما تشرحش حاجه خالص، انت تسمع اللي انا بقوله لك. انت تبعت لي ورقتي على بيت بابا، ولو عايز صورتك تفضل محترمه قدام ولادك، الكلام ده يحصل في اسرع وقت من غير فضايح. قرف. عجب كده يا هانم؟ مبسوطه باللي بيحصل؟ وانا مالي؟ انت اللي دلقت عليا العصير اصلا. وانت ايه اللي جابك هنا؟ خربت بيتي، خربت بيتي. انا ماشيه. مع السلامه. اهدي يا جميلة يا بنتي، مش كده؟ أنا قلبي حاسس إن في سوء تفاهم في الموضوع. أصل زيزو مش الراجل اللي يعمل كده. ده أكنه ما صدق إني طلبت الطلاق، ولا جري ورايا ولا حاول يتصل بيا حتى. يا بابا. إيه الأخبار؟ ما جاتش يا بابا، ما جاتش. واضح جدا إن هي تاهت. لا بلغ البوليس بقى يا بابا. يا بابا يعني انا هعمل ايه؟ انا لازم انزل اروح لجميله دلوقتي. ماشي يا بابا ماشي، هستناك. سلام سلام يا جميله. ردي بقى ردي بقى، مش ناقصه.